مشاهدي ام تي في، مرحبا بكم في بيروت اليوم، حيث يسرني ان استضيف مدير تحرير صحيفه الجمهوريه الاستاذ شار جبور، ومعه سوف نتطرق الى الملفات الاتيه. على بدء تطبيق اتفاق الطائف، هل بقي منه شيء؟ هل بإمكان داعش أن تفجر لبنان لإشغال حزب الله عن الحرب السورية؟ نائب وزير الخارجية الإيرانية يقول سقوط نظام الأسد على يد تنظيم الدولة الإسلامية من شأنها يقضي على أمن إسرائيل، فماذا يعني هذا الكلام؟ استشار، أهلا وسهلا فيك. شكرا سيطوان. اليوم 13 تشرين يستذكر الناس العديد من المآسي يلي طمست انه كان الطموح نحو جمهورية جديدة، كان الناس بيرغبوا انه تكون بعد اتفاق الطائف. اليوم بعد 24 سنة، هل يمكن القول انه الطائف انتهى ب 13 تشرين نتيجة ما جرى وما نتج عنه والطريقة؟ ما فينا نقول الطائف انتهى ب 13 تشرين، هو عمليا 13 تشرين هو النهاية العملية لجمهورية 43، جمهورية 43 اللي انتهت دستوريا مع اتفاق الطائف. 13 تشرين هو أيضا نهاية لحقبة عسكرية بدأت ب 13 نيسان 75. 13 تشرين هو عمليا نهاية كارثية ومأساوية لطموح العماد عون الذي بدأ مع انتهاء عهد الرئيس جميل بشكل واضح، مع انتهاء عهد الرئيس جميل واستلامه رئاسة الحكومة الانتقالية، واللي انتهت بشكل كارثي ب 13 تشرين 90. إذا بدك في خلاصتين أساسيتين. الخلاصة الأساسية إنه على الرغم كل ما نتغنى فيه بأنه نحن شعب حر وديمقراطيين ونحاسب ونرغب بالديمقراطية ونحن ديمقراطيين على مستوى اللبناني عامة والمسيحي خاصة، أثبتت تجربة 13 تشرين بكل أخفاقاتها والتجربة أنه نحن شعب لا نحاسب، يعني عم نحكي بمعظمنا، لأنه الشعب الذي يحاسب لا يمكن أن يمحد العماد عون، أن يرجع يعطي العماد عون ثقته على مجددا من بعد 13 تشرين 90. حربين عسكريتين مأساويتين أدت إلى ما أدت إليه من كوارث ومن وصول البلد إلى ما وصلت إليه. العماد عون ب 13 تشرين 90، بس نقول هون الخلاصة الثانية إنه على طول أستاذ أطوان في أشياء أهميتها هي بتوقيتها. الكارثة الكبرى كانت إنه أنت لو طبقت الطائف بلحظة إقراره بتشرين 89 من دون ما تفوت بتجربة حرب الإلغاء وهذه الإيطالي، لكنت حكما قدرت وفرت على لبنان واللبنانيين المقايضة التي حصلت نتيجة حرب العراق بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا، دخول سوريا من ضمن هذا التحالف وأعطائه مقابل هذه الوضعية لبنان. فالمسألة هي مسألة توقيت ولحظات، هذه لحظات بالتاريخ يا بتستفيد منها الشعوب يا بتستفيد برأيك وسلبيا. يعني لو جرى تطبيق اتفاق الطائف بلحظة اللي أقر فيها ورجعت صارت حرب العراق وحصلت التسوية، ما هي عمليا يعني تشكلت الحكومة الأولى يلي بلشت تضرب اتفاق الطائف ب 24/12/90، يعني نحكي عن حكومة الرئيس عمر كرامي يلي كمان ما كان فيها تمثيل ومشيت حكومة ذاتها، الحكومة اللي بعدها حكومة الرئيس رشيد الصلاح عينت النواب عمليا، هذا أيضا ضمن مشروع ما كان شو كان صار؟ مش هيك يعني، هي عمليا لو لحظة إقرار اتفاق الطائف انت ما كنت رايح بهذه العدائيه انا ذاك بالمنطقه الشرقيه، يعني كان في هذا التوافق التام من كل المكونات المسيحيه على الانخراط والدخول في هذا الاتفاق بشكل واضح. في هذيك اللحظه انت كنت فايت عمليا بلحظه توازن داخليه ولحظه توازن خارجيه. الخارج كان يريد اقصاء اليد السوريه من التعاطي مع الملف اللبناني، وكلنا شفنا قديش نتعت سوريا بهذيك الفترة بهذاك الملف. انت كنت فت بهذيك اللحظة، ما كنت صار في حكومة رئيس كرامي بشكل اللي صارت فيه حكومة رئيس كرامي. ليش ما كانت صارت؟ لأنه صارت استاذ أنطوان بالشكل اللي صارت فيه
لأنه في عندك انقسام مسيحي داخلي صارت لأنه ما في غطاء واضح، صارت لأنه أنت بدك تجرب تتلافى حرب داخلية على المستوى المنطقة الشرقية، صارت بكل هذه الإشكالات اللي كانت ترتبت. بس لو أنت مع لحظة الإقرار في دخول تام بهذا المشروع وبهذا الوضعية كنت فت بوضعية مختلفة تماما. بكل الأحوال يعني أنت عمليا فوت على حالك مسألة هيدي السنة. بهيدي السنة صار يلي صار، صار المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية تريد الانتهاء من القضية اللبنانية ومن هذه الحرب اللبنانية، مثل ما صار في تلزيم للبنان من قبل الولايات المتحدة ببداية الحرب اللبنانية من أجل الدخول وضبط الواقع الفلسطيني، صار في تلزيم مجددا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية للنظام السوري من أجل الدخول وضبط وضعية الحرب في لبنان وإنهائها من أجل انتقال المنطقة نحو عملية السلام على مستوى العربي الإسرائيلي. ولذلك نحن فوتنا على حالنا هذه اللحظة اللي كان ممكن نظمط فيها بسيادتنا وباستقلالنا وندخل مع كل المنطقة بس ولكن من ضمن مشروع استقرار وسلام بالداخل. خليني بس بهذه الفكرة بتاعتي عم تحكي معطى الإقليمي عندما يتغير وعندك معطى داخلي كان تغير بالفعل يلي هو اغتيال الرئيس معوض والمجيء بالرئيس الياس الهراوي. صح. عمليا بالداخل كان الواقع لو شو ما كان الواقع المسيحي يعني شو كان بيقدر يعمل يعني. وبالخارج تغير يعني عندما تتخلى عنك الأسرة الدولية شو ممكن تعمل؟ لا ما أنت تخليت عن حالك بالبداية. أنت لما تم اغتيال الرئيس معوض أمتى تم اغتياله؟ تم اغتياله بلحظة رفض الامتثال لاتفاق الطائف، رفض الدخول. بعد قديش يعني عم تحكي أنت بعد 10 أيام؟ شو ما كان في موقف واضح، منحرق منازل النواب تبع اللي وقعوا على هذا الاتفاق، مظاهرات في بعبدا. يعني أنت كنت رايح عكس التيار تماما عن زمن إنه هذا التيار أنت اللي خلقته. يعني اللي بتحمل العماد عون مسؤولية عدم تطبيق اتفاق الطائف؟ بتحمل العماد عون. يعني هو إذا بدك في محطتين أساسيتين بتاريخ لبنان فوت فرصة تاريخية عليهم، هي مسألة التطبيق اتفاق الطائف بلحظته، واثنين إذا بدك 14 أذار 2005. يعني بالوقت خلينا نحكي بهون هلا برجع فوت فيه. بس حضرتك بتحمله للعماد عون، ماذا عن القوى الأخرى؟ يعني هلا العماد مشعل عون راح على السفارة الفرنسية، إجا قوى لبنانية من كل الاتجاهات ومن كل الطوائف، أو دي ما عليهم مسؤولية؟ لا ما فينا نقول هيك، أكيد فعلا مسؤولية. بس أنت لما انكسر أنت بوقتها طالع من حرب لبنانية داخلية، بهذه الحرب اللبنانية الداخلية كان بعد ما صار فيه، يعني أنت صار فيه اتفاق سياسي، بس هذا الاتفاق السياسي ما كان بعد ترجم على مستوى النفوس الحقيقية مثل ما ترجم بال 15 سنة التراكم اللي صاروا بعد 90. بعد 90 صار فيه مراجعات فعلية وصار فيه طي صفحة لصفحة الحرب والكل أدرك مدى خطورة يلي صار، يعني كل واحد عمل مراجعة ذاتية. أنت بعدك بال 89-90 النفوس مشحونة، النفوس معبقة، صار في اتفاق سياسي. هذا الاتفاق السياسي كان بده عمليا وقت من أجل أن يتمكن من أن يترجم على أرض الواقع بشكل فعلي. لو بقي هذا التوازن قائم بين المنطقتين ما يسمى آنذاك شرقية وغربية، كان دخلت عمليا بتقاطع تحالفات معينة. الخارج عم يقدر هو يعمل توازن مع السوري بالداخل وتحديدا العربي بالداخل. انت في توازن بس كان خلص الخارجي، يعني الخارجي منتهي بلحظتها. لا ما كان منتهي بلحظتها اطلاقا، انتهى بعد سنه. وقتها ما كان منتهي. انت عمليا لما انت انهيت حالك اقصيت حالك عن المشاركه والتهيت بمشاكلك الداخليه، خليت انه يلي بده يحكم البلد السوري كان رح يقبل يتفرج عليك معه معطى اقليمي لصالحه. ما كان بعد معه معطى اقليمي، معطى اقليمي اجى بعد سنه. ما جاب بلحظتها. اجى بقى بعد انت بهذه الوقت بس يتغير الوضع. انت برايك كان حيوفر هيك فرصه؟ لا اطلاقا. بس وقتها ما كان ممكن يتغير. لو كان في هو سوريا عشو بفوت؟ بفوت على لحظه انقسام داخلي، هو فات على لحظه حرب داخليه. لو كان في معطى استقرار ومعطى حكومه واقعيه ماشي ما كان قدر فات السوري. سوري ما فات ب 76 و77 على لحظه استقرار وسياده كاملتين، فات بلحظه انقسام وطني سمح له للسوري انه يقدر يفوت. بال 89-90 ايضا فات على لحظه انقسام وكان ظهر من هذه المعادله اللي سمح له يفوت. المعطى الخارجي اللي سمح له يفوت هو المعطى الانقسام واستمرار الحرب من اجل حسم هذه الحرب والانتقال بلبنان. وبالتالي انت فوتت حالك، بتقلي شهر وشهرين، نعم شهر وشهرين بالمعادله هن اساسيين. انت فوتت حالك 7-8 أشهر كان ممكن ترجع تعيد انقاذ واستنهاض الدولي في لبنان والذهاب نحو مشروع الدولي رويدا باتجاه طي مرحله الحرب ونحو التأسيس لدولة اتفاق الطائف. عندك انطباع انه القوى الاخرى كان بدها اتفاق الطائف؟ عندي انطباع انه ما حدا كان بده اتفاق الطائف. ليش بدك تحملها؟ بس بتقول لك وين هو تنقول وين بالاخر ما حدا
بده ربما مساء 43. ما حدا بده يبني دولة. إذا ما فينا نروح بهذا المنطق بس، ولكن بالآخر أنت خلاص صار في اتفاق قائم، وهذا الاتفاق الكل بده يمشوا بتطبيقه. إجا شخص، إجا شخص باتجاه إفشال هذه المحاولة وهذه التجربة، أعطى المجال للقوى الأخرى بأن تذهب باتجاه إذا بدك غرائزها، غرائزها بأي معنى؟ باتجاه أن تستمر بحربة السياسية، بحرب العسكرية بس ولكن بأدوات سياسية، أنه إلغاء الفريق الآخر وضرب الفريق الآخر وضرب منطق الفريق الآخر. هذا الأمر ما كان ممكن لو هذا التوازن كان قائم وتمكننا من أنه من أن نذهب يعني نقلع سوا باتجاه تطبيق هذا الاتفاق بالشكل اللي كان مطلوب فيه. ولكن أنت لما راح من عندك دفاعات أساسية اللي هي القوى المسيحية اللي قادرة تكون بشكل متوازن فوت على هذا الاتفاق عسكريا وسياسيا وأمنيا وديموغرافيا وعلى كافة المستويات، أنت أفقدت. أنت لما خسرت كل هاي خلص اختل التوازن الداخلي، اختلال التوازن الداخلي مع اختلال توازن خارجي مع الوقت لمصلحة السوري من أجل إنهاء النزاع في لبنان، خلى أنه اتفاق الطائف بيبلش من سنة من 13 تشرين 90 بشكل أعرج، وهذا الاتفاق راح باتجاه إنهاء أي معارضة داخلية للوجود السوري مع إدخال دكتور سمير رعجع إلى السجن وضرب الحياة السياسية في لبنان. وضريتك واصل لا طبعا بلشت المؤشرات الجديدة للتغيير هي مع الانتخابات سنة 2000 وبعدين مجلس مطارنة من بعد هذه الانتخابات ومع الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ومع 11 أيلول. طبعا فتها ساعتها بمرحلة جديدة تغييرية، وهيدي بلشت عمليا إذا بدك مع الانسحاب الإسرائيلي، استكملت مع بيان مجلس المطارنة. طيب بس هون عمليا يعني بتشير حضرتك للمرحلة اللي خرجوا فيها السوريين من لبنان. خرجوا السوريين في لبنان، لماذا لم يعد الاعتبار لاتفاق الطائف لو كان السوريون كما تقول؟ لا لسبب بسيط، لانه انت عمليا الوضع حزب الله استاذ انطوان سنة 89 90 لم يكن هو نفسه سنة 2000. يعني سنت بهالعشر سنين وضع الحزب اختلف، انه يعني وضع اختلف حجما وكما وقوه وتراكما وزخما، كل هذا الوضع اختلف. انت ب89 كان فيك تقول له لحزب الله مثل ما الميليشيات اللبنانيه الاخرى بدها تسلم سلاحها، تعال تفضل سلم سلاحك. ما كان في لعب بهذه المساله. هو يلي ما خليه يسلم سلاحه هو ما يسمى ذريعه المقاومه يلي اجى السوري اعتمده بسنة 90 من اجل ان يبقي على فريق مسلح في لبنان. هذا الفريق المسلح يلي اسمه حزب الله. هذه قراءتك. لا يعني ما تنسى يعني. لا انت برايك هذه القراءه اللي حضرتك عم تتفضل فيها بيقر فيها نصف اللبنانيين؟ شو بدي بيقر فيها؟ نحن عم نحكي في قوانين في دستور. لما نحكي استاذ انطوان انه الخلاف بين اللبنانيين كان منه من خلاف من طبيعه، بيعتبروا انه ارض اسرائيل محتله ارض لبنانيه الى حد لا دوامه ولا لا في انقسام من طبيعه طائفيه. كان انقسام في لبنان قبل التسعين هو مسيحي مسلم، ولا يمكن استاذ انطوان لاي مسيحي انه يقبل بان يستمر سلاح مسلم من ضمن الصراع السياسي بعد ما يستمر بعد هذا الاتفاق. وبالتالي ما حدا كان يفكر انه هي مقاومة وغير مقاومة، هي كلها اذا بدك اختراعات سورية من اجل استمرار هذا الواقع. وكلنا شفنا حكى على كل حال ب 93 كان بس بالنتيجة بالتحديد على اللي عم تتفضل فيه، ما كان بحد ذاته طرف او سبب لسقوط اتفاق الطائف التمسك بسلاح يقاوم اسرائيل؟ طبعا اول خرق لاتفاق الطائف، اول خرق عملي هو استمرار سلاح حزب الله، لأنه هذا السلاح كان يجب أن يسلم إلى الدولة اللبنانية، ويجب أن يكون هناك دولة سيدة على أراضيها، وهذه الدولة هي بترجع لقواعد الصراع الدبلوماسي أو العودة لاتفاق الهدنة، وهي عمليا تقدر تحل الأمور من خلال مؤسسات الدولة ومقومات الدولة اللبنانية. أول انتهاك لاتفاق الطائف هو استمرار هذا السلاح، واستمرار سلاح حزب الله هو إذا بدك أفضل تعبير عن هذا الخلل بالميزان الداخلي، بأنه في فريق مسلم استمر بأنه حامل سلاحه تحت عناوين وشعارات اسم مقاومة أو غير مقاومة، وهذا الخلل بلش يترسخ أكثر وأكثر وصولا لسنة 94 ومرسوم التجنيس وكل هذه الأمور اللي قطعت بهداك الوقت. مين قطع مرسوم التجنيس؟ إذا بدك كل يعني طبعا الطبقة السياسية اللي كانت مسؤولة بوقتها، بس خلينا نقول هذا الخلل اللي كان قائم. هلا في ناس يلي بمرسوم التجنيس قالوا حق، خلينا نقول استاذ أنطوان أنت بدك توصلني تقول لك رفيق الحريري، بس تقول لك مين قال لك؟ أنا بدي أسألك هيك، أنا بالتقدير هيك، بس أنا بدي أقول لك أكثر انه ايه مرسوم التجنيس في 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 المجنسين كان لازم ينعطوا حقهم بشكل طبيعي، بس ولكن تمت اضافات كتير كبيره على هذا المرسوم، وهذه الاضافات اللي مسؤول عنها مش رفيق الحريري، المسؤول عنها هو النظام السوري، لانه هذا النظام السوري كان وقت كمان بهذا النظام السوري طبعا. تقلك وين؟ طبعا النظام السوري بده يعمل عمليه تخويف
للمسيحيين. يعني كان مفترض انه ضرب المسيحيين مش بس بيتم من مين بده يخوفهم؟ من المسلمين. ما ليش بيخوفوا هن؟ نعم. ليش بدهم يخوفوا المسيحيين؟ طبعا لانه هو ما بيقدر حابين هن يخوفوا المسيحيين تيخوفوا منهم. نعم النظام السوري بده يخوف. لا سني عندما يكون في هيك هكذا ارقام عم تاخذ جنسيه برغبتها تخوف المسيحيين. لا هو الرغبه شو المقصود فيها؟ انه انت ما فيك تهزم العامل المسيحي او تخليه اذا بدك يشعر بانه هو بحاجه دائمه لمرجعيه خارجيه من اجل التدخل الداخلي الا ما تفرجي انه انت صرت مكون ضعيف لدرجه ما بقى تقدر تقوم بمقومات الصراع لحالك. وبالتالي السوري كان بده يفرجي المسيحي انت فقدت مقوماتك العسكريه فقدت مقومات. يعني انت بتلوم السوري على هذا ما بتلوم اللي عمله اطلاقا. انا الوم الرئيس. انا الوم بشكل واضح الرئيس حفظ الاسد والرئيس بشار الاسد من ثم من بعد 2000 الرئيس هذا النظام السوري. يعني نظام على مرسوم التجنيس كمان عن كل شيء في لبنان. لان هو تخويف المسيحيين بشكل واضح كان مفترض انه انت تخليهم تفرجي انه هن صاروا عدديا وديموغرافيا لدرجه ما بقى عندهم اي مقوم يقدروا يواجهوا على المستوى السيادي في لبنان. بصفوا هن بحاجه دائمه لهذا الوجود السوري من اجل ان يقف في مواجهه المسلمين. يوم شو عم ينقال؟ مش لو انت عم تسمع نفس الاصوات استاذ انطوان حسب الله بيدافع عنا كمسيحيين. وقتها كان مفترض كان في من يقول من المسيحيين لو ما من السوري المسلمين بدبحونا، لو ما من السوري ما بيخلوا يكون في رئيس جمهورية مسيحي، لو ما من السوري ما بيخلوا يكون في وزراء. فكان هذا المقصود، مقصود إضعاف المسيحيين على كافة المستويات من أجل جعل المسيحيين أنه يصفي أنه هن خيم الحاجة للنظام السوري من أجل هذا النظام السوري من أجل أن يقف في وجه المسلمين. والتلاحم اللي صار المسيح الإسلامي اللي بدأ من بعد بيان مجلس المطارني ومؤشراته واللي أدت إلى اغتيال الرئيس رفيق الحريري هو لأنه كان ممنوع هذا الالتقاء. هذا الالتقاء المسيح الإسلامي يعني التقاء الداخل مع الداخل هو هذا المرفوض. هذا يلي أدى إلى اغتيال الرئيس رفيق الحريري ويلي هو يلي أدى هذا الالتقاء إلى توحيد الإرادتين المسيحية الإسلامية والوصول إلى لحظة 14 أذار 2005. وبالتالي هذا الالتقاء كان مرفوض سوريا مش هناك كان مطلوب إضعاف المسيحيين. وهذا الالتقاء بالذات كان مرفوض من قبل حزب الله وقد رأينا من خلال وثيقة التفاهم التي وقعت بين حزب الله وبين التيار العوني انه في استمرار لهذا المسار. انه خي نحن في لبنان بنقدر في حزب مسلح بيقدر يحمي المسيحيين ما بيوجه التطرف احيانا بيسموه تطرف يعني اسلامي. السؤال هون الجغرافيا الاسلاميه لو صار هلا يعني نعيم قاسم يحكي بشكل وضوح وصراحه انه لو ما من حزب الله داعش كانت اقامت حواجز في جنوب. يعني كمان النظام السوري مسؤول عن التحالف الرباعي واقصاء المسيحيين للمعادله السياسيه. لا لا مش هي. لا اكيد مش نظام سوري ليه لا تحالف رباعي. بس انا بس انت بتعرف استاذ انطوان انه مساله التحالف الرباعي ايضا في لها قراءات مختلفه وقراءات متعدده. حضرتك بهداك الوقت كنت بقراءه معارضه لهذا الامر. كنت بلحظتها كنت بقراءه معارضه لانه انت بتعرف كلنا تحت وقع اللحظه السياسيه. يعني برايك بوقتها كان مصيب؟ يعني حضرتك كنت مغلط بهداك الوقت. انا كنت مخطئ بهداك الوقت. بدي اقول لك ليه. لسبب بسيط. انت تحت وقع اللحظه السياسيه وكلنا تحت وقع اللحظات السياسية ما بتقدر تشوف كل المعطيات وكل العناصر اللي كانت موجودة بين إيديك. أنت إذا بتطلع بالتحالف الرباعي عمليا أنت ما فيك الدين إلا حزب الله. تشوف شو هالبراغماتية الموجودة لدى هذا الحزب. مين راح عند الثاني 14 أدار بس مين راح عند الثاني؟ لا شو أنت فت بتحالف تحالف رباعي. طيب بس مين راح عند الثاني بالتحالف؟ أنا أقول لك كان في عم يعملوا تحالف 8 أدار ولقاءات عين التين. تتذكروا صار في لقاءات لبريستول ولقاءات لبريستول. طيب مين راح عند مين؟ التقوا على قانون انتخابي. ما هي بس مين راح عند مين؟ ما واحد عند حدا. صار في التقاء موضوعي استاذ أنطوان. صار في التقاء موضوعي. بس بدي أقول لك أكثر من هيك. أنت فت بانتخابات العنوان الأساسي تبعها هو ضد النظام الأمني اللبناني السوري المشترك وهو ضد النظام السوري وهو تحميل النظام السوري مسؤولية دم الشهيد رفيق الحريري. تحت هذه العناوين حزب الله فات معك بتحالف سياسي. ليش فات معك بتحالف؟ وصل لمرحلة حزب الله الذي يخون بشير جميل الذي يخون القادة المسيحيين ويلي إذا بدك بالنسبة له شعار 10452 وهونك شغلي بهديك الفترة راح يرفعه كرمال شو؟ كرمال يقدر يتجاوز أخذ العاصفة الدولية. بس ما أخذ مقبيلة جيش وشعب ومقاومة. أخذ جيش وشعب ومقاومة. مين عطايا هذه؟ 2008-2009 2005 جيت هاي 2005 هلا لا ما في جيش شعب مقاومة بأول بيان وزاري. جيش شعب ومقاومة إجا بال 2008 بعتقد 2008 بعد حكومتين الرئيس وقت السنيورة بالجيش شعب ومقاومة. بس أنت عمليا خلينا الرجعة هاي إيه طبعا طبعا لا أنا ما أتأكد منها. بس تم إدخال موضوع المقاومة بيت. بس أنت بهذا التحالف الرباعي يلي مال إذا بدك مع العاصفة
هو الحزب اللي ترك سوري 14 أدار بداك الوقت. بتقول لي ايه طبعا كان في خطأ بانه الوزن المسيحي بهديك الانتخابات ما تم اعطائه الوزن المطلوب، بس ولكن كانت الحاجة وكان كل التفكير وكل التركيز انه يقتضي ما فيك تحارب على جبهتين، ما فيك تحارب جيش سوري انت ومظهره من لبنان هو بده يرجع على البلد، ما فيك تحارب حزب الله، خلينا ظهر سوري ونرجع نتفرغ لحزب الله. كانت هيدي الاستراتيجية المعتمدة بوقتها، فلذلك حتى ما تحارب على جبهتين انت كان في امل وكان في ناس اذا بدك شرعت حزب الله. خلينا نقول استاذ انطوان انه المحاولة بتحرز. انا ونحن بوقتها لما كنا ضد هذا التحالف كنا من مبدأ واحد انه ما لازم نجرب، انه حزب الله لا يمكن التحالف معه. مسألة لبنانة وإذا كان مطروح بال 2005 لبنانة حزب الله انه كان مطروح شعارين، انه الانسحاب السوري غير قابل للانعكاس، غير قابل للارتداد، النظام السوري خرج نتيجه شو كانت للنهائي. نعم. وانه يمكن لبنان حزب الله، بس النتيجه شو كانت؟ الخطا هو الرهان على تشريع حزب الله، الخطا هو الرهان على لبنان، واليوم شكوى من حزب الله. طيب ليش بتعتبر حالك لكن كنت مخطئ؟ نعم. وليه بتعتبر حالك؟ لا لا لا، لانه انا عم بقول كنت ما فيك ما تحاول استاذ عطوان لسبب بسيط، يعني ما فيك تقول لك، لانه انت هلا بتقول له حدتك عم تقول هي صح 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 كانت الخطوه ولا لا نجحت؟ كانت خطوه صح لم تنجح، بس انت ليش انت لكن اعرف خطوه ما رح نجح عليها بكون لسبب بسيط بعتبر غلط بسيط. انت كنت لانه من وقتها لو طلعت بال2005 قلت لا يمكن المد اليد الى حزب الله لانه هو مكون ايراني وهو ليس لبناني وايديولوجيته وعقيدته منا لبنانيه، كان وقتها بدهم قال انه انت بمرحله جديده يلي هي مرحله الخروج السوري من لبنان ما عم تفتح صفحه جديده بين اللبنانيين، انت راي على انسحاب السوري من اجل ان تحقق ماذا استاذ اطوان؟ ان تحقق غالب ومغلوب مثل ما جرب الطرف الاخر حقق سنه 90 مع بدايه اتفاق الطائف بشكل ملتوي وبشكل منحرف. انت مع الانسحاب السوري انت بينت انك كبير، ما راح باتجاه تقول في غالب ومغلوب بالوضعيه اللبنانيه، تفضل يا حزب الله، على الرغم الشكوك يلي عنا اياها بدخلنا انه انت حزب لا يمكن ان تتلبنن بالعمق وان نذهب نحن وياك نحو بناء الدوله، نحن مستعدين ان نعلق ال 1559 بموضوع سلاحك وبموضوع وضعيتك، ونحن مستعدين ان نتعاون من اجل تاسيس لمرحله جديده. يعني انت ليش ما بتشوفها من زاويه براغماتيه استاذ شاركي؟ هيدا شعر بعتقد ما كان موجود بوقتها. لا اطلاقا هيدا كان موجود طليقكم مصالح تاخذ باخذ. لا لا اخذ كتله 40 مقابل كتلة كبيرة. هيدا بالعملية كانت هيك، ما كانت هيك عمليا، كانت وطنية. طبعا كانت وطنية. هلا بتقلي في تقاسم، في تقاسم مغانم، تقاسم المغانم مسألة موجودة، بس منا مسألة الأساسية. مسألة الأساسية في اتفاق سياسي، كان في رهان سياسي. الرهان السياسي كان انه مرحلة السورية انطوت وتأسس لمرحلة لبنانية. ما فيك تأسس لمرحلة لبنانية على قاعدة غالب ومغلوب، انا مستفيد من الانسحاب السوري والله بدي اطق لك رقبتك، مش منطق سياسي هيدا. وين في تعطيل اذا طلبت تطبيق اتفاق الطائف بتكون عم تطق سياسي؟ لا لا لا، بس انت بتعطي منطق لبنان. واذا رجيت على اتفاق الطائف يلي قائم على جمله بنود واضحه من حيث التمثيل، ما فيك تطبقها ب 14 اذار 2005 ب 26 تموز ب 26 نيسان 2005 بعد انسحاب سوريا من لبنان. هي بدك تطبقها بمسار سياسي، وهذا المسار السياسي انت بتكون عم تعطي اشاره حسنيه، عم تقول له للحزب تعتقل لك خلص في مرحله انتهت، هذه مرحله انتهت، انت خسرت فيها ونحن ربحنا. بس الفرق بيننا وبينك البسيط جدا انه انت اذا ربحت بدك تحكم البلد وتهيمن عليه وتسيطر عليه باحاديه مطلقه بمشروعك، نحن ربحنا، نحن ما فينا، نحن متعودنا انه تجربه الحرب وتجربه ما بعد الحرب لبنان لا يحكم بطرف واحد، تعال نتفضل نحكم البلد سوا. بدك تعطيه تطمين، ما بدك تفرجي انه انت جاي تلغيه، او انت بدك تعطي تطمين لناسه لبيئته لكل بعد 10 سنين تبين شو هلا بعد في 14 اذار اصلا اكيد 14 اذار بعدها موجوده الفكره اللي كانت مكون متعدد وعابر للطوائف. اليوم شو بعد في؟ لا لا بعد في حط 8 اذار. شو 8 اذار كفكره مش عابره للطوائف؟ انت اليوم الانقسام على رغم الفتنه السنيه الشيعيه القائمه، وعلى رغم اذا بدك التوتر والمنسوب المذهبي المرتفع في لبنان وفي كل المنطقه، وهذا امر طبيعي نسبه للصراع القائم، بس انه انت اليوم بدك تقول لي بلبنان انه هو طبيعه الصراع، عم يجربوا انه يرجعوا صراع مسيحي اسلامي وسني شيعي متعدد الاوجه، بس ولكن عمليا لا، صراع مش هيك. إيه انت بعد في 14 وبعد في 8، بعد في ناس حامله هاي الفكره وناس حامله هاي الفكره، وهي من طبيعه الامور يلي اذا بدك فينا نقول هيدي شيء ايجابي للمسار السياسي القائم في لبنان. خلينا بعد بدي اسالك سؤال قبل الفاصل. يقال انه في تحرك جديد من اطار 14 اذار، شو طبيعته؟ لا يعني مش علمي في شيء جديد ممكن يكون قائم، شيء تجمع على المستقلين الذين يدورون في فلك 14. لا لا، أساسا يعني في مجتمع مدني حي، يعني هذا المجتمع المدني أكل ضربات عديدة،
منذ 2005 إلى اليوم. ما في مشروع تقطير؟ نعم. ما في مشروع تقطير؟ ذكرتها الجرايد. تقطير؟ تقطير ضمن أطر. يعني ما بعرف، يعني أنا مني على علم بهذه المسألة. وعلى كل حال إذا كانت موجودة. الأستاذ اللي سأطلع حكي عنها نهار الخميس الماضي. إذا كانت موجودة بتكون مسألة جيدة، يعني إنه يكون في إعادة استنهاض للرأي العام المدني الاستقلالي ضمن هذه البيئة، على الرغم قلت لك الخيبات اللي عاشتها هذه الجماعة. وأنا إذا بدك وصلت لمرحلة شايف صار في صعوبة بظل هذه اللحظة وهذا الظرف القائم، إنه بإمكانية تشكيل أطر معينة نسبة للخيبات يلي واجهتها وأكلتها ووصلت بالآخر لمرارة إنه في صعوبة وفي استحالة للقيام بأي حراك سياسي فعلي. الإشكالية من الأحزاب كما السابق ولا من عدم قدرة هذه الشخصيات المستقلة؟ ما فيك أنت تحمل الأحزاب. شو الأحزاب؟ الأحزاب موجودة وقائمة. هلا أنت شو تشخيصك لهذه الأحزاب؟ شو رؤيتك لها؟ شو بدي هذه برؤية كل إنسان؟ ما دائما هذه الشخصيات المستقلة بتحمل غيرها لعجزة، لأنه هي عاجزة. لأنه هي عاجزة بتحمل غيرها. أنا ماني مع هالفكرة إطلاقا. يا أنت قادر تعمل شيء، شو بدك بغيرك؟ إذا غيرك إذا عنده حزبه وهو متسلط، وش بدك فيه؟ تركه لحاله، أنت ما لك معه. انت قادر تاسس او مش قادر تاسس. اثبت التجربه استاذ انطوان من 2005 ل 2010 انه الاطر المستقله في 14 اداره منا قادره تشكل اطار فعلي عنده وزن جدي يصفي يقدر يكون عنده تاثير داخل القرار وصناعه القرار داخل 14 ادار. فشلت، وهذا الفشل انا ماني مع تحميده لاحزاب 14 ادار. ما حدا منعها لا بالسيف ولا بالقوه انه تقدر تاسس حالها. فيها تاسس حالها بس، ولكن الراي العام بطبيعته انا يلي انخرطت فيه بالعشر سنوات، الراي العام اذا بدك يعني ما بحب التحزب وما بحب انه يكون مقطر من ضمن اطر معينه. هو اكثر الاقرب لانه يكون يشتغل بشكل فردي على انه يشتغل بشكل جماعي من ضمن واقع معين. وهذا طبعا امر منه جيد، لانه بتعرف انت التجمع وتاثير التجمع مهم جدا في هذا الاطار. نتوقف مع فاصل اعلاني، بعده السؤال اللي طرحه اليوم زميلنا توني عيسى بجريده الجمهوريه. هل من مسعى لداعش لاشغال حزب الله في الداخل اللبناني لحمله على الانكفاء إلى لبنان؟ وأيضا السؤال اللي طرحته اليوم بالجمهورية بالمشهد السياسي بالملخص، سقوط الأسد على يد تنظيم الدولة الإسلامية من شأنه أن يقضي على أمن إسرائيل كما قال نائب وزير خارجية الإيرانية. نتوقف مع فاصل إعلاني ونعود لمناقشة الأستاذ جبور بهذه المسائل بعد الفاصل. نتابع مشاهدي ام تي في هذا الحوار ضمن بيروت اليوم وضيفنا مدير التحرير في صحيفة الجمهورية الأستاذ شار جبور. أستاذ شار، اليوم الأستاذ توني بجريدة الجمهورية بيسأل سؤال أو بيطرح إمكانية أنه يكون هناك خطة لداعش لإشغال حزب الله في لبنان. هل ترى هذا الأمر ممكن الآن في ظل ما يحكى وما يحصل كل يوم مع الجيش في إطلاء النار عليه بهالمكان بهالمكان بهالمكان؟ سمعنا عن انشئاءات لو ذكرتوا انه صايره قبل وناس فارين ومرتكبين جرائم، ولكن منك شايف انه هذا السيناريو ممكن؟ لا لا، يعني تقول لك شو، يعني اولا انت يعني اول شيء بتحط العنوان الاساسي تبع المساله. العنوان الاساسي تبع المساله انه الشعار اللي اطلقه السيد حسن نصر الله او المعادله التي وضعها، تعالوا نتقاتل نحيد لبنان ونتقاتل في سوريا. انت حطيت العنوان، كان انه حطيت المعادله، طرف الاخر حط معادله اخرى انه ايه من الطبيعي ومن البديهي انه انت بدك تقاتل في سوريا، انا بلهيك في لبنان. هذه المساله ما بلشت هلا، عمليا هذه بلشت من وقت ما صار في استهداف للبيئه الشيعيه بعبوات ومتفجرات وسيارات مفخخه. بلشت بذاك الوقت، يعني صفت بذاك الوقت كان في رد داخل هذه البيئة من أجل إلهاء الحزب على المشاركة في القتال في سوريا، من أجل إرهاق الحزب في الداخل. وكون أكيد أنه هذا الإرهاق اللي صار وهذه المسألة اللي صارت هي اللي بمكان ما دفعت الحزب إلى البحث عن شو الخيارات السياسية البديلة، لأنه شايف وقتها مثل ما 14 أدار شافت ما بتقدر تواجه الحزب، ما بتقدر تواجه السوري، نظام سوري بال 2005. الحزب كمان شاف 2011 2012 انه هو ما بيقدر يواجه المعارضه السوريه، ما بيقدر يواجه المعارضه اللبنانيه. فشو قام عمل؟ برد مع المعارضه اللبنانيه، فتح الابواب
أسقط حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أو فتح الباب من أجل إسقاطه، فتح الباب على مصراعيه للرئيس سعد الحريري من أجل الدخول إلى الحكومة مجددا من أجل التبريد في الداخل واستمرار التسخين في الخارج. وفي نفس المعادلة اعتمدتها 14 أدار في 2005 اعتمد الحزب في لبنان لأنه ما بيقدر يواجه على جبهتين. وبالتالي من البديهي أنه الطرف الآخر السوري من بعد ما الحزب وحد الساحتين اللبنانية وسورية كسر الجغرافيا بين لبنان وبين سوريا وبين العراق، انه الطرف الاخر كمان يشوف انه من البلد. مين كسره؟ كسر الحزب لما الحزب طلع قاتل بسوريا، انه سمح للطرف الاخر انه يشي قاتله في لبنان. وبالتالي هذه المسألة بدأت عمليا مع القتال في سوريا. بس ولكن هلا السؤال الاساسي اللي بده ينسأل، هل ما يحصل في سوريا والعراق ممكن ان يتمدد الى لبنان؟ هل داعش ممكن ان تأتي الى لبنان؟ انا بقول لك لا، يعني هذا الوضع منه قائم. يعني من الواضح لغاية اللحظة انه في خطوط حمر حول موضوع الدخول الى لبنان، يعني ان تتمدد داعش، ان تتمدد الدولة الإسلامية باتجاه مين حاطط الخطوط الحمر؟ الخطوط الحمر انت يعني كنا نقول بالحرب اللبنانية انه في خطوط حمر وما كنا نصدق، لا كان في خطوط حمر فعلية بس حول الدول بعض بتحط خطوط حمر. في خطوط حمر دولية وفي خطوط حمر عربية وتحديدا سعودية وقطرية وتركية وإيرانية وشو ما بدك، انه يجب تحييد لبنان. هذا تحييد لبنان بخلي انه الحرب محصورة بالساحتين العراقية والسورية، وشفنا أنه حتى هذه الحرب المحصورة ممنوع تفوت على منطقة كردية من هالجهة، وهونيك بتسقط منطقة كردية من جهة تانية. يعني عم نشوف كيف الأمور عم تصير بشكل واضح. في سيناريو بتقديرك مركب لتغيير؟ ما في سيناريو مركب، لا ما في سيناريو مركب، بس في أمور من ضمن الضوابط اللعبة بتنترك او ما بتنترك، من رخل الحبل او من شد، بس ما في شيء اسمه اذا بدك بالريموت كنترول، لا الامور موجوده بس في ضوابط. لا ما في مشروع اولا تحت تفوت داعش الى لبنان، ما في وجود داعشي للبنان. يعني لبنان منه ساحه عراقيه ومنه ساحه سوريه، اعتدال السني في لبنان هو الغالب، التعدد الموجود القائم في لبنان وميزان القوة والتوازن في لبنان ما بيسمح لداعش أن يكون موجود في لبنان. في حالات تطرف حكما، بس ولكن هالحالات التطرف محصية بشكل جيد ومعدودة بشكل واضح، ولا يتعدى 40-50 واحد إذا وجدوا بطرابلس وكلهم under control، كلهم تحت الضبط. يعني ما في هالمخاوف كلها الكبيرة. يمكن ربما تكون إذا بدك إفادتها الوحيدة ربما تكون أنه تخلي الكل يصير في مساعدات أسرع للجيش اللبناني وضبط المسألة بشكل أسرع، حتى ما يكون في تراخي بطريقة التعاطي مع هذه الأمور. بس ولكن الإشارة الأساسية انعطت مع تشكيل الحكومة بأنه شو اسمه قادة المحاور تم ضبط هذا الوضع، تم ضبط وضع آل عيد بجبل محسن وكل هذا الوضع الضبط. وبالتالي لا منصور ولا المولوي ولا حدا قادر يخربط هذه الوضعية التي ناشئت مع تأليف الحكومة. في عملية فرار من الجيش، هي عمليات مش مهمة وغير مؤثرة طبعا، انه وانا بعتبرها بالعكس انه طبيعية وقليلة، يعني عمليا ربما نسبة لهذا الوضع القائم. بس انت عمليا نعرف شو معناته لما نتكلم عن انشقاق في الجيش. شو انشقاق في الجيش استاذ انطوان؟ بصير نتيجة انه والله في واحد ما بحب يكمل خدمته العسكرية، هذا بده قرار سعودي، هذا بده قرار سني طويل عريض مثل ما كان فيه، او بتطلع بقرار مسيحي او قرار وطني مثل ما كان فيه بال 75. هذا القرار منه قائم. اليوم الكل بده الجيش اللبناني، وكل مع دعم الجيش اللبناني، وكل شيء في مصاري بالعالم عم تجي للجيش اللبناني، وكل شيء في اسلحة عم تجي للجيش اللبناني. لا خوف على انقسام الجيش. هذه الحالات الفرار هي حالات فرار معدودة ولا أفق لها وكمان صغيرة كتير. مسألة التطرف الموجود ببعض المدن وبعض القرى هو كمان أيضا ما في أفق لإله، ما في أفق لأي مشروع داعشي في لبنان، ما في أفق لأي مشروع تطرفي في لبنان. بس ولكن بنفس الوقت ما نقول شيء حقيقة ثابتة، إنه في جهد كتير كبير عم يعملوا تيار المستقبل وتيار السني في لبنان وتيار الاعتدال، في مجهود كتير كبير عم تعملوا قوة 14 أدار، في مجهود كتير كبير عم تعملوا مؤسسة الجيش اللبناني. مقابل شو؟ مقابل انه في طرف في لبنان اخذ قرار يطلع يقاتل في سوريا. هذا القتال في سوريا استاذ انطوان هو الذي يفتح الباب امام هذه الحالات التطرف، لانه انت ما فيك تقول لي انه انت قاعد على حاجز على الحدود اللبنانيه السوريه تسمح للمقاتل تبع حزب الله يفوت بمدافعه وبصواريخه وبكل الاعتداء العسكريه تبعه من اجل ان يقاتل في سوريا، وانت وفي نفس الوقت ما تسمح لطرف اخر ان يذهب للقتال في سوريا، او ما تسمح للطرف الاخر جاي من سوريا ان يقاتل الحزب في لبنان. ما فينا نستهين، ما فينا نستهين منعوا حدا برايك رايح يقاتل بسوريا؟ نعم،
منعوا حدا رايح يقاتل بسوريا؟ ما عم يروحوا. الفرق وين؟ الفرق انه الحزب بيمرق على بيمرق بشكل واضح ضمن العتاد تبعه على الحواجز الرسميه للجيش اللبناني او للقوى الامنيه بيطلب يقطع بشكل واضح، بس بينما الاطراف الاخرى لا بتطلع من خلال ممرات يعني منا شرعيه. يعني عمليا لو بده يمنع الجيش كمان منع. لا لا بس انا عم بقول الفكره اللي عم بقول انه عندما يكون هناك طرف في لبنان عم بيطلع قاتل في سوريا، هذا شيء بعقد عليك، بصعب عليك مهمة انك تقدر تضبط هذه الحالة وحالة الاحتقان، لانه بقول لك ليش انت بدك تضبط وضعية علي ما تضبطها على غيري، ما في ما انت كمان بدك تشوف كيف بدك تعالج هذا الوضع، هذا الوضع ما ممكن يتعالج بالشكل اللي نحن عم نتصوره نهائي وثابت الا ما تمنع حزب الله من الدخول الى سوريا. مين قادر يمنع حزب الله من الدخول؟ طيب عمليا اذا كان عملياً يقر الاطراف استشار، يعني شوية براغماتية، ايه حدا قادر يمنع حزب أبداً. الله؟ طيب أنه قرار إيراني منه قرار حزب الله بغض النظر، ايه؟ قوة لبنانية ما في بتقدر تمنع أبداً الجيش أبداً. طيب لماذا تحميل اللبنانيين كل تداعيات هذا الأمر؟ لا ما فيك تحمله، مش أنه لأنه أنت في رد فعل عم يصير على هذا الوضع، عم يصير على اللبنانيين. لا ما أنت استاذ أنطوان لو بتترك هذا الوضعية، لو أنت بدك تيجي تقول إخي أوكي أمام قتال حزب الله في سوريا يدبر حاله ويدبر راسه، نحن لا نريد أن نتعاطى في المسألة السياسية ولا نريد المشاركة في الحكومة ولا نريد أن نشكل إذا بدك متراس لحتى نقدر ندافع عنه وعن غيره، نترك الأمور بينهار البلد. أنت فتت على حرب أهلية، لو ما قوة 14 أدار أخذت الأدار لفتت على الحكومة بذاك الوقت ربما كان لازم تأخر أكثر تتاخذ شروط أكثر من الحزب أوكي، بس أنت أكيد كنت رحت على حرب أهلية في لبنان، لأنه أنت إذا بتترك الوضع هلأ مثل ما هو ايه بصير الوضع بصفي سني شيعي بالبلد ومواجهات داخليه ومناطقيه بتروح له، بس ولكن في طرف اخذ قرار وطرف السني تحديدا اخذ قرار واللي هو المواجهه، ممنوع تحويل لبنان الى الى, إلى ممنوع ثورنه لبنان ولا عرقنه لبنان، بس هذا الواقع ما ممكن، يعني ما حدا يقدر يتصور انه انت فيك تضبطه بشكل تام ونهائي طالما في حزب عم يقاتل في سوريا، وهذا القتال في سوريا يؤجج المشاعر المذهبيه ويؤجج المشاعر الطائفيه ويؤجج مشاعر الانسانيه، انه في طرف عم يطرح يقاتل فوق انت وقت تتفرج عليه، طب انه كيف بتصير هالقصه؟ كيف قريت تصريح عبد اللهيان؟ هو اذا بدك انا بنحطه باطار فيك تاخده بتبلش من الخارج تتفوت على المحلي، بدك احطه بالخارجي بانه هذا انذار. هذا الانذار اجى امتى؟ اجى من بعد ما بلشت تركيا تحكي عن حزام امني داخل سوريا، فانت بتعرف انه الدخول العسكري التركي الى سوريا معناتها تحول استراتيجي في الازمه السوريه وبداية فعليه لاسقاط النظام السوري، وبالتالي الايراني عم يقرا المشهد من هذه الزاويه، الدخول التركي ممكن يتم ممكن يدخل الى سوريا الا بضوء اخضر امريكي، وهذا الضوء الاخضر الامريكي اذا في عنا عطل تركيا ودخلت تركيا عملت حزام امان واعطت سلاح للمعارضه وعملت حظر جوي على هذه المساحه الجغرافيه وبدات العمليات التدريجيه من اجل اسقاط النظام السوري، معناتها انت فت بعمليه عد عكسي لاسقاط هذا النظام، وبالتالي من هذا المنطلق طلع الايراني يقول اسقاط النظام السوري يشعل المنطقه يشعل يؤدي الى حرب على مستوى المنطقه، يعني عم يبعث رساله للامريكان انتبهوا اوعى تلعبوا بالخطوط الحمر واوعى يفوت التركي على سوريا بهذه اللحظه، لان الدخول التركي الى سوريا معناتها يهدد امن اسرائيل. شو يهدد امن اسرائيل؟ يعني نحن مستعدين نحن على كامل الاستعداد الى اشعال الحرب في المنطقه، اسقاط النظام يوازي اشعال الحرب في المنطقه. هذا الشيء كنا قرينا استاذ انطوان رساله قبل بجمعه او اقل من جمعه بموضوع عملية شبعة، عملية شبعة يعني وضعت كمان باتجاهين، البعض حطها تحت عنوان انه الحزب عملها من اجل تحوير الانظار عن النكسة او عن الضربة او عن الاخفاق اللي صار معه بعملية بريتيل، والبعض الاخر كمان وضعها تحت عنوان انه هيدي رسالة من حزب الله بالبريد الايراني الى الولايات المتحدة الامريكية، تحت عنوان اذا بدك انه ما حدا يفكر انه اسرائيل محيدة عن كل هذه التطورات التي تحصل في المنطقة. هذا طبعا تصريح خطير، بعد ما سمعنا رد بعتقد امريكاني او اسرائيلي، بس بطبيعه الحال هذا انا باعتقادي طبعا انه هذا التصريح هو 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 تصريح كبير بس ولكن مضمون فارغ. لا يمكن ايران بالاخر عم بتهدد وعم تهول، لن تذهب ايران باتجاه اشعال حرب في المنطقه، ايران تدرك جيدا
أن سقوط النظام السوري وليش لكينا بعد لهلا ما تحركت تركيا إذا منع عتلاني هم إيران وروسيا؟ أستاذ أنطوان أنت تعرف التوازنات دولية وأقليمية والمسألة ما بتصير بليلة وضعها، أنه في مشروع نحط على الطريق بس من بين نحط على الطريق وعلى الورق ويتنفذ على أرض الواقع بده ياخذ وقت، ولكن إيران ما حتحرق كل ورقها، هي تعرف كتير منيح أنه هي بلحظة موازين قوى دولية إقليمية منا مؤاتية، بلحظة مفاوضات مع الغرب الموضوع النووي منه لمصلحتها، بميزان قوى على مستوى المنطقة منا لمصلحتها لا في سوريا ولا في لبنان ولا في العراق، وبالتالي ما حتقدر تفوت بحرب مع إسرائيل بهذه اللحظة، أي حرب مع إسرائيل في هذه اللحظة بدأت تلهي حزب الله بأمام حرب سورية، أي حرب مع إسرائيل بهذه اللحظة بدأت تنهك مزيد تنهك إيران بشكل إضافي وبشكل أكبر، وبالتالي ما عندها مصلحة لأنه أي دخول إيران أي دخول إسرائيلي على هيد الصراع على حلبة الصراع القائمة بدها تعمل مزيد من إخلال بالتوازن ضد المشروع الإيراني، ولذلك هو ما هو تصريح تهويلي لا أكثر ولا أقل. إلى الفقرة الأخيرة من حلقتنا اليوم، فقرة أسرار اليوم. اخترنا من صحيفة النهار: لوحظ أن إيران وإسرائيل وتركيا لا وجود فيها لأعمال عنف يقوم بها تنظيم داعش. المسرح الطبيعي لداعش هو يعني أكيد ما حيفوت، يعني مسرحه الطبيعي هو العراق وسوريا، لبنان نتيجة تدخل حزب الله، حتى الأردن يعني اللي هو ساحة متداخلة بعد ما شفنا إنه في نشاط فعلي، وبالتالي من يعني إنه النشاط الفعلي لداعش هو نتيجة الواقع الإيراني اللي تركه في العراق ونتيجة إيران عم تتدخل مظبوط وتركيا عم تتدخل مظبوط وإسرائيل هي العدو الأزلي. بس ولكن يعني كمان أنت بدك تشوف هذا النشاط من ضمن شو بدك تشوف شو قدرته شو قديش عنده قدرة على التأثير وعلى الفعل، قدرته على التأثير وعلى الفعل داخل إسرائيل وداخل تركيا وداخل إيران بعتقد قدرته معدومة، قدرته على التأثير هو داخل ساحات ما في دولة قائمة فيها، هو كيف نمى داعش؟ نمى نتيجة هذا نتيجة انهيار الدولة العراقية ونتيجة انهيار الدولة السورية ونتيجة انحلال الدولة اللبنانية وبفعل تدخل حزب الله في سوريا، كل هذا الواقع أدى إلى وجود داعش وإلى تطور هذا الوجود وإلى ردود فعله وفعله في كل هالساحات. كان ناخذ سر من صحيفة الجمهورية: استغرب مراقبون أن تنجح داعش في التمدد ميدانيا بشكل أفعل مما كان عليه الوضع قبل التحالف الدولي. هذا مسألة بتصير استغراب أستاذ أنطوان، يعني أنه لأنه إجا التحالف الدولي لحظة 60 دولة، لحظة اللي طلع التحالف الدولي كان الانطباع أنه هذه اللحظة كانت وصلت فيها داعش إلى الأقصى، أقصى نقطة موجود فيها، هلا بتبلش يتراجع. شفنا لا، أنه مع التحالف الدولي كمل داعش بالأنبار وكمل داعش بكوباني وكمل داعش طحش على الحدود على الحزب يعني بغداد يعني يعني بالأنبار ببغداد وبكوباني بسوريا وعلى الحدود مع لبنان، يعني 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 حزب الله من 3 سنين لليوم هو بحالة هجوم وبحالة فعل، لأول مرة عم نشوف حزب الله بحالة رد فعل وبحالة دفاع وبحالة إذا بدك إنه 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 حتى جريدة الأخبار طلعت قالت إنه الحزب تلقى ضربة قاسية وتلقى ضربة قوية، وبالتالي أصبحت داعش بحالة هجوم على الحدود اللبنانية السورية، داعش بحالة هجوم داخل سوريا، داعش بحالة هجوم داخل العراق، وبيحكوك عن تحالف دولي، يعني عمليا كان لازم بشكل واضح هذا التحالف، طبعا هذا التحالف في كتير تناقضات وبعد ما في كتير استراتيجية واضحة وأكيد، بس مش معناتها إنه داعش عنده حياة كبيرة كبيرة، بس صراحة صار محدد وهذه نتيجة إذا بدك الضياع بركي الضربات بركي الضربات كان هدفها إبقاء في دائرة معينة ربما لوقت معين ووقت محدد بطبيعة الحال. استشار جبور مدير التحرير في صحيفة الجمهورية، أهلا بك دائما في MTV. مشاهدينا شكرا للمتابعة، وتذكير أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا MTV Lebanon News على تويتر فيسبوك وMTV.com.lb. إلى اللقاء.